التحديات والإثارة على أرضية ميدان الشحانية في هذا الصباح، وشعارات أبناء القبائل وسن الحقائق في سباقنا المحلي الخامس، وعلى بركة الله ينطلق الشوط الرابع والعشرون الخاص للبكار من مسافة الأربعة كيلومترات نسير مع هذه الأسماء المنطلقة ومع هذه الشعارات المندفعة والباحثة عن الناموس. نبدأ مع البداية ومع أول الأسماء كرارة على الصدارة بشعار فهد بن محمد بن راشد بن محمد الدوسري، يقدم لنا كرارة مع البداية ومع الصدارة، ولكن حصل تسلل من قبل أزهمة بشعار هادي بن سالم بن محمد آل فهيدة المري، يقدم لنا أزهمة من غيرت إلى الصدارة وإلى أول الأسماء وأول الانطلاقات. ثاني المراكز كرارة بشعار فهد بن محمد بن راشد بن محمد الدوسري مع ثاني الأسماء وثاني الشعارات، ثالث المراكز وثالث الانطلاقات. ترى الأسماء والشعارات المندفعة والمنطلقة والباحثة عن الناموس وعن الفوز والانتصار. ثالث المراكز مشاهدينا متابعينا الأعزاء، تتقدم من الجانب الآخر زاهية بشعار محمد بن فرام بن عتيق آل بريد المري، يقدم زاهية مع ثالث الأسماء وثالث الانطلاقات. رابع المراكز وصلت القادمة غزلان زايد بن مجد بن عواض العتيبي، يقدم غزلان مع رابع الأسماء ورابع التحديات. خامس المراكز القادمة والمنطلقة مع خامس المراكز أشواق سالم بن صالح بن سالم النابت المري، يتقدم مع خامس الانطلاقات. ها هي النتيجة الأولى مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة والخمس الشعارات المنطلقة والمندفعة. ونعود إلى البداية وإلى أول المراكز. أزهمة على الصدارة بشعار هادي بن سالم بن محمد آل فهيدة المري، يقدم أزهمة مع الصدارة ومع أول الأسماء وأول التحديات. ثاني المراكز وصلت القادمة زاهية محمد بن فرام بن عتيق آل بريد، يقدم زاهية وتسللت كرارة إلى ثانية الأسماء بشعار فهد بن محمد بن راشد الدوسري مع ثالث المراكز. رابع الأسماء غادمة ومنطلقة، هنا سيادة محمد بن جار الله بن حمد بن ضرمان، يقدم سيادة مع رابع الأسماء. خامس المراكز غزلان زايد بن مجد بن عواض العتيبي، يقدم غزلان مع خامس الأسماء وخامس التحديات. ها هي النتيجة الثانية وأرى الأسماء والشعارات التي في الخلف، أرى هنا سيل جارف من قبل هذه الشعارات ومن قبل هذه الأسماء، ولكن أعود إلى الصدارة وإلى البداية والانطلاق الأول. أزهمة على الصدارة هادي بن سالم بن محمد آل فهيدة المري، يقدم أزهمة من تنطلق مع أول الأسماء. ثاني المراكز كرارة فهد بن محمد بن راشد بن محمد الدوسري، يقدم كرارة أيضا بن ضرمان غادم مع سيادة محمد بن جار الله بن حمد بن ضرمان، والعتيبي وصل مع غزلان زايد بن مجد بن عواض العتيبي مع رابع المراكز. خامس الأسماء القادمة والمتقدمة، هنا ضوية بشعار علي بن صالح بن علي الجربوع المري، يتقدم مع خامس المراكز، ولكن الكيلومتر الأخير والخطير. الله الله الله، سيادة غيرت، انطلقت إلى البداية محمد بن جار الله بن محمد بن ضرمان، يتقدم مع الصدارة، يتقدم مع الانطلاق الأول. ثاني المراكز غزلان زايد بن مجد بن عواض العتيبي مع ثاني المراكز. ثالث الأسماء وصل شعار السناري، يتقدم مع ثالث المراكز، ولكن الصدارة والبداية والانطلاق الأول. سيادة محمد بن جار الله بن حمد بن ضرمان، يتقدم مع الانطلاق الأول. ثاني المراكز غزلان بشعار زايد بن مجد بن عواض العتيبي. ثالث المراكز شعار الدوسري، وأيضا وصل شعار السناري والاسم القادم والمتقدم، ولكن الصدارة والبداية. الله يا سيادة محمد بن جار الله بن حمد بن ضرمان، هنا غزلان تحرك
يحاول في اللحظات الأخيرة وكرارة من الجانب الآخر، ولكن الصدارة والبداية سيادة محمد بن جر الله بن حمد بن ضرمان غزلان مع ثاني المراكز، وكرارة من الجانب الآخر ولكن الصدارة والبداية سيادة بشعار محمد بن جر الله بن ضرمان، وأيضا الاسم القادم والمتقدم شعار علي بن صالح بن علي الجربوع المري، ولكن الصدارة بن ضرمان مع الفوز. العتيبي قادم في اللحظات الأخيرة غزلان، ولكن سيادة مع الفوز مع الانتصار سيادة محمد بن جر الله بن حمد بن ضرمان غزلان، ولكن سيادة مع الفوز والانتصار. تهانينا وناموس لمحمد بن جر الله بن حمد بن ضرمان على هذا الفوز على هذا الانتصار. ثاني المراكز هنا غزلان زايد بن مجد بن عواض العتيبي، وثالث المراكز ضوية بشعار علي بن صالح بن علي الجربوع المري، ورابع المراكز كرارة فهد بن محمد بن راشد بن محمد الدوسري، وخامس المراكز ازهمها بشعار هادي بن سالم بن محمد آل فريد المري. مشاهدينا متابعينا الاعزاء، تهانينا والناموس لمالك سيادة على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. 6:09 98 جزء من الثاني. تهانينا والناموس لمحمد بن جر الله بن ضرمان على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. ثاني المراكز وصلت في غزلان 6:10 37 جزء من الثاني. تهانينا والناموس لزايد بن مجد بن عواض العتيبي من قدم غزلان من احتل الثاني المراكز. ثالث المراكز وصلت في ضوية والتوقيت الزمني 6:11 39 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لعلي بن صالح بن علي الجربوع المري، فتهانينا والناموس للجميع.